بتوجيهات من السيد المحافظ وبإشراف من القيادة الحزبية نقوم بهذا العمل بشكل يومي. أما حددنا هذا اليوم كيوم بيئة من أجل نظافة هذه البلدة على أن نعمل جميع الفعاليات طبعا بالتعاون مع الفريق التطوعي للدفاع الوطني وكتائب البعث وجميع فعاليات هذه البلدة من أجل هذا اليوم يوم البيئة. يعني فرصة هاي كمان إنه هيك نشوف رفاقنا إحنا ونشتغل معهم ونشاركهم بهالمبادرة الحلوة هاي اللي بتدل على إنه الناس متماسكة، الناس بتحب بعضها وحريص على وضع البيئة وحريص على النظافة وحريص على بلدها. عشان نحث المواطن على التنظيف بالمساعدة مع المجلس المحلي، مع الفعاليات الأهلية الموجودة، مع الفرق الحزبية، الجمعيات الأهلية، كلهم نشاط مع طائر الفينيق، مع مجموعة من الناس كلهم هلأ عم تتضافر الجهود من أجل تنظيف البلدة وتعليم صاحب المحل أو هلأ عم يوثق بأنه دائما يكون نظيف حوله. نحن فريق العمل التطوعي للدفاع الوطني، طلعنا اليوم بالمشاركة مع أصدقاء البيئة واتحاد شبيبة الثورة، طلعنا اليوم لننظف البلدة اللي هي بلدة سحنايا، لنحافظ على النظافة لنفرجي حضارتنا. فريق العمل التطوعي للدفاع الوطني جايين ننظف البلدة، بما أنه بلدتنا فباسمنا يعني، وكل شيء بده يكون فيها بده يعبر عننا نحن أهل البلدة، فجايين ننظفها ونعطي الصورة الواضحة للبلدة وأهل البلدة. نحن اتحاد شبيبة الثورة من المعسكر التطوعي اللي صار بمدرسة سامر 7، جينا عم نلم شوارع البلدة، كلفونا بهاي الحملة، بدنا ننظف الشوارع، هي بلدنا لازم نقوم بهذا الشيء، ولازم يكون العمل تطوعي منا كمان، يعني مو ضروري إذا هن كلفونا ولا ما كلفونا، نحن واجب علينا أن نحن ننظف بلدنا، هي بلدنا ونحن لازم نتعب عليها.